اهلا بحضراتكم من جديد. اخر حواراتنا من حوارات هذا الصباح، زي ما شفنا معلومات طبعا عن اليوجا ورياضه اليوجا. هي رياضه طبعا عالميه جدا ومعروفه، يمكن بدايه نشاتها موجوده في الهند منذ زمن طويل جدا جدا وقرون يعني عديده جدا، ورياضه اليوجا موجوده، لكن بدات في الفتره الاخيره انتشارها بشكل كبير في العالم، واصبحت يمكن من الرياضات المحببه لبعض الفئات من المجتمع في الحياه. اللي يعرف قيمتها او يقدرها بشكل كبير اكيد هيقدر يمارسها، وهي طبعا رياضه منظمه لكل شيء، او حتى بتدعو كمان للتوحد مع النفس، ونحاول تستقر كده نفسيا فيها لفترة، ان انت تبقى متوحد مع نفسك ومستقر بعض الشيء. لكن اللي كمان اكتشفناه ان هي لها علاجات اخرى، لها فوائد كمان، علاجات عضوية بجانب العلاج النفسي. الأعمال الجمعية العامة سنة 69 للأمم المتحدة بدعوة من الحكومة الهندية أدرجت رياضة اليوجا على يعني الرياضات الخاصة بها، وأصبح لها يوم، هو 21 من هذا الشهر من كل سنة بنحتفل باليوم العالمي لليوجا. خلينا نعرف معلومات أكتر وتفاصيل أكتر عن اليوجا، اللي ربما تكون يعني معروفة بشكلها كمسمى أو حتى كشكل دارج، لكن أعتقد فيها تفاصيل كثير جدا هنعرفها النهاردة مع مدربة اليوجا هنا كمال. مرحبا بيك يا استاذه هنا. صباح الخير. صباح الخير عليك. اهلا، كل سنه طيبين. احنا نعرف اليوجا ان الواحد قاعد عامل كده يعني. ما ده مفهوم الغلط. ايه التفاصيل بقى، وايه يعني ايه رياضه اليوجا، وايه تفاصيلها، وايه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ اليوجا رياضه صعبه جدا، ورياضه شقه. شقه. رياضه شقه. يعني الناس عندي وهي بتلعب معايا يوجا في اخر الكلاس بتبقى بتنهج وعرقانه، مش مصدقه ان هي تعبت كده. دي الحقيقه الناس لازم تعرفها عن اليوجا. احنا كلنا نعرف ان واحده وقعت كده، انا قاعد وساكت وبس. لا، دي مش حقيقه. دي مش حقيقه. اليوجا رياضه شاقه جدا، رياضه صعبه مش سهله، فيها مستويات مبتدئين، مستوى متوسط ومستوى متقدم، فيها انواع كتيره جدا جدا. واليوجا مش رياضه استرخائيه. الاسترخاء ده بنتكلم عن التامل، مديتيشن، والمديتيشن هو نوع من انواع اليوجا. لكن اليوجا في حقيقتها رياضه شاقه جدا، صعبه جدا، تعمل نحت للجسم، بتخسس، بتعمل إعادة تشكيل للعضلات، بتضيع أي ترهلات للعضلات، بتحقق مرونة، بتحقق لياقة بدنية عالية، وده الناس لازم تعرفه عن اليوجا. ده حاجة يعني دي مفاجأة. أهو دي الحقيقة، دي الحقيقة، دي الحقيقة. يعني الحقيقة طبعًا كلام حضرتك إن إحنا بنعرف واحد بيسترخي، بيتوحد مع نفسه، بيفضي دماغه كده. ده التأمل، ده المفهوم الخطأ، ده التأمل. والتأمل يعد نوع من أنواع اليوجا. لكن احنا بنعمله في اخر كلاس اليوجا، بعد ما بنلعب بقى ساعه كامله حصه اليوجا وتمارين ومجهود شاق وورك اوت حقيقي، اخر خمس دقائق بنعمل استرخاء، بنعمل مديتيشن. لكن المديتيشن مش هي اليوجا، هي نوع في الاخر خالص بنعمله كاسترخاء. طيب هي بتبتدي ازاي بقى يا استاذه هناء؟ يعني المستويات الخاصه بيها بتبتدي بايه وبتنتهي لحد ايه؟ تمام، احنا بنبدا بمستوى المبتدئين، مستوى المبتدئين دوت لا يقل ممارسته عن سنه. مظبوط؟ سنة كاملة. عن سنة كاملة، لأن التمرين صعبة مش سهلة، ولازم عضلات الجسم وعظمي وكل كل أعضاء جسمي تساعدني أن أعمل التمارين دي بنجاح. فعشان أوصل للمستوى المتوسط ما بمارسش اليوجا مستوى المبتدئين أقل من سنة. بعد السنة دي بدخل مستوى متوسط، مستوى متوسط مش أقل من سنتين. بعد كده المستوى المتقدم، مستوى المتقدم اللي هو أقدر بقى أقف على راسي، أقف على إيديا، أتشقلب، أعمل أشكال أقرب لأشكال الأكروبات أو أشكال الجمباز، ديت اليوجا. لكن كل ده احنا مش محتاجينه. اي حد مننا محتاج اليوجا في ايه؟ زي اي رياضه. انا بروح الجيم ليه؟ عشان يبقى عندي لياقه بدنيه، عشان عضله قلبي تبقى قويه وجهاز الكارديو عندي يبقى قوي، عشان نفسي يبقى احسن، عشان لو عندي صداع او اي حاجه تروح، عشان لياقتي البدنيه ودورتي الدمويه. كل ده بنحتاجه الرياضه ليه؟ مظبوط. تاثير نفسي كمان. بالظبط كده، بالظبط كده. فده بتحققه اليوجا. اللي بيلعبوا يوجا بانتظام بيوقفوا الجيم على فكره، لان ما بيبقوش محتاجين ان هم يعملوا جيم. وفي انواع يوجا بتعمل بادي بيلدينج للشباب وللرجال، اللي بيعملوا بادي بيلدينج في الجيم، ونوع يوجا اسمه اشتانجا واسمه باور. فهي دي حقيقه اليوجا. واضح ان الموضوع كبير. موضوع كبير جدا. موضوع كبير قوي. موضوع عميق جدا. طب احنا نحاول يعني نلم شط اطراف كده ان شاء الله، ونعرف الناس حاجات كتير تستفيد طيب. بيها النهارده. اليوجا يعني بدايتها ايه؟ وطبعا نشاتها في الهند ده شيء معروف جدا. تمام. لكن بدايتها طبعا اعتقد منذ زمن طويل، يعني هم متقدمين جدا في الموضوع. تمام. ده وهي رياضه شعبيه بالمناسبه في الهند يعني. بالظبط بالظبط. النشاه بقى والتفاصيل النشاه، وفي ابحاث، بس هي ابحاث اقدر اقول ان هي قليله او متواضعه، بتقول ان اصل اليوجا في مصر. وانا طبعا متحيزه فباكد ان اصل اليوجا في مصر. اللي بياكد لده الجداريات والرسوم على المعابد. بالظبط كده. اوضاع كتير لقدمائنا المصريين في اوضاع هي تمارين يوجا. هي تمارين يوجا. يعني شكل الرجل وهو قاعد وهو واقف، شكل المراه وهي قاعده وهي واخده شكل معين، ده تمرين يوجا. فده اللي بيثبت وبياكد ده. لكن للاسف ما حصلش دراسه متعمقه تؤكد ده، او تؤكد ان الفراعنه نفسهم كانوا بيعملوا ده على اساس ان هو يوجا. لا، هي كانت حركات يوميه بيعملوها كانها رياضه.
هي دي الفكرة. في عالم وهو يعد قديس في الهند اسمه شيفا، هو أول من ابتدع كلمة اليوجا. وكلمة اليوجا هي كلمة سانسكريت باللغة الهندية القديمة معناها التوحد مع النفس ومع الإله، ده معنى كلمة اليوجا. والسبب دوت أن رياضة اليوجا بتخلينا نتوحد عقلنا وجسمنا وروحنا، لأن في الأساس احنا متكون من ثلاث حاجات، من روح وجسم وعقل، spirit ومايند وبودي، وده اللي بتعمله اليوجا. طب ازاي بنعمل دوت واحنا بنلعب؟ ممكن الناس تستغرب انا منين بلعب رياضه بس ومنين بيتحقق ده. اليوجا فيها سر غريب جدا عفوا، وهي ان احنا بتعمل لنا تويستنج، ضغط واحنا بنلعب التمرين، فبتضغط على مسارات طاقه معينه ونقاط طاقه معينه، وهو ده سر اليوجا. جسمنا بيتكون من 7 مراكز طاقه اسمها شاكرا، وبيتكون من 365 نقطه طاقه في الجسم، وبيتكون من 12 مسار طاقة. كل الحاجات دي غير مرئية لكنها اسمها شاكرا أناتومي، تشريح طاقي، شبكة كاملة بتحاوط جسمنا من الداخل ومن الخارج، زي تشريح جسمنا بالظبط، زي الهيكل العظمي بالظبط، لكنها غير مرئية. كل ده بنحس بيه امتى؟ لما بتضايق وأصدع، ده بنسميها بلوك في علم الطاقة، لما حد يتضايق أو حد نفسيته تتعب وفجأة يلاقي فقرة الرقبة بتوجعه قوي من غير سبب، قولون العصبي، ألم أسفل الظهر، ألم الركب، كل دي بنسميها referred pain، stress points، نقاط ضغط عصبي، ما بيكونش فيه مشكلة صحية حقيقية لكنها أثرت على الطاقة، وده اللي بتعمله اليوجا. اليوجا بتحرر مسارات الطاقة، بتخلصنا من الطاقة السلبية، وبتعمل إعادة شحن من الكون بالطاقة الإيجابية لمجرد أني بلعب التمرين. عشان كده هي بتعمل توحد بين العقل والروح والجسم، مش مجرد علاج مادي أني باخد دواء خلاص، مش مجرد أنا بعمل رياضة ومفيش تركيز مع النفس والروح، هو التمرين هو اللي بيحطني في الحالة دي. لا انت حابب تاني نقوم نلعب دلوقتي؟ انا حاسه انا حاسه كده انا هقوم العب حضرتك، يلا نلعب، يلا نعمل تمرين، نلعب دلوقتي يوجا يعني حاسه حضرتك حاسه يلا نلعب يلا بينا يلا نلعب نقوم نشوف مسارات الضغط ده ورا ايه اليوجا. وده الحقيقه على فكره، ناس كتير ما تتابعني في البرامج تقول ايه ده انت بتقول الكلام ده حلو قوي، بيبقوا جايين شاكين شويه او مش مصدقين من اول شهر، ما بيبقوش مصدقين النتيجه. يعني انزلاق غضروفي بيتعالج باليوجا، الام المفاصل، التهاب المفاصل بيتعالج باليوجا، خشونه الركبه، خشونة الركبة بتوصل لمرحلة طبعا ما بيتمش علاجها، ما بيحصلش إعادة إن هي تتعالج، لكن بيحصل مع اليوجا إن الألم بتنتهي تماما وما بيحصلش تدهور في الحالة. ضيف على ده أمراض كتيرة خاصة بالعظم وبالعضلات وبالأجهزة الداخلية للجسم كمان. بس لو تحسن نفسيتك هتحسن حاجات كتير جدا، يعني النفسية لو اتحسنت هيختلف الموضوع كتير جدا. ومش كده كمان وبس، لأن اليوجا بتأثر على النيرونز، الموصلات العصبية للمخ، فأنت بتستهدف المخ مباشرة، فبالتالي الدينامو بتاعك المولد للأفكار السلبية والمولد لكل الإشارات السلبية للجسم أنت بتقدر تتحكم فيه، بيكون تحت السيطرة. فبالتالي مصدرك الحقيقي لطاقة جسمك أنت متحكم فيه وبيولد طاقة إيجابية، فبالتالي كل المشاكل اللي بتعاني منها بسبب الطاقة السلبية أو الأفكار السلبية أو ضغط عصبي أو نفسي أو مشاكل بينتهي وبيكون عندك تحكم فيه. طيب بالنسبة لو فرقنا ما بين الرجال والسيدات في موضوع اليوجا، أعتقد إن السيدات تكسب في مصر في الموضوع ده، يعني في اهتمام، شوف متحيز ليه اشمعنى؟ اه بس دي حقيقه، بس دي حقيقه، الموضوع يكسب، يعني هو التركيز كله ان هم اعتقد ان هم الحاجات دي هتفرق معاهم جدا، او هم يقدروا دي حقيقة يركزوا شويه في الموضوع ده اكتر من الرجاله، مش هيؤمنوا قوي بالفكره يعني. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، في اخر سنتين تحديدا بقى في اقبال فظيع جدا من الشباب والرجال بسبب السيدات. يعني هتكلم على المستوى الشخصي بالنسبه لي انا في المركز بتاعي، المركز بتاعي سيدات فقط، من كتر ما السيدات والبنات بقى في نتيجه عندهم حالتهم النفسيه وصحتهم، بقوا كل ازواجهم واصدقائهم واخواتهم وقرايبهم عايزين يعملوا زيهم. فبقت هي الدعايه نفسها، هم نفسهم بيدعوا نفسهم، بقوا هم نفسهم سفراء اليوجا، اللي هو ايه ده انت اتغيرتي جدا، انت جسمك بقى احسن، صحتك بقت احسن، انت ما بقيتيش عصبيه، انت ايه ده انت خسيتي، ده من اليوجا، طب انا عايز انا كمان، وهكذا. فالاقبال على اليوجا بقى اكتر من النتيجه اللي شايفينها اللي بيمارس اليوجا في مصر. هي دي الفكره، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، الفرق الوحيد لممارسه اليوجا بين الرجال والسيدات ان المتطلبات البدنيه بالنسبه للرجل بتبقى اكتر، بالنسبه للبنيه، بنيه الجسم، بالنسبه للعضلات، بالنسبة لطريقة التفكير، بالنسبة لتركيبة، حتى لما نتكلم التركيبة النفسية والتركيبة الشخصية، فبتبقى أنسب نوع يوجا للرجال نوع اسمه أشتانجا أو باور. أما السيدات بيبقى أفضل نوع ليهم دايما اسمه فينياسا يوجا، ونوع ده أكروباتيك جدا، نوع زي نوع الجيم بالظبط، ومناسب جدا للمرأة. طيب عايزين نتكلم برضو متى، يعني إمتى الواحد يقدر يمارس رياضة اليوجا لوحده، يعني يقدر بقى ياخد يتعلم شوية ويقدر يقعد كده يمارس بقى لوحده؟ تمام، مش أقل من سنة. ليه بقول مش أقل من سنة؟ لأن اليوجا على قد ما تمارينها ممكن تبان إن هي بسيطة لكنها شاقة وصعبة جدا، فبالتالي الغلطة فيها صعبة، ممكن تعمل إصابة.
يعني انا ممكن حتى حضرتك مثال بسيط بس التمرين ده بنعمله واحنا واقفين طبعا، زي مثلا انا واقف رجلي بتبقى في وضع معين وايديا مثلا في وضع معين، هعمل ايديا كده، ده تمرين يوجا بقف فيه 30 ثانيه وبعد كده برجع. التمرين ده ممكن يبان بسيط لكن بيعمل ضغط على كل عضلات دراعي، بيأثر على رقبتي، بيأثر على ظهري. في فرق كبير لما اعمل كده وفي فرق لما الاقي نفسي مثلا عامل ايديا كده، انا كده عملت التمرين غلط. ممكن تبان غلطه بسيطه لكن ممكن تعمل لي اصابه. هي دي الفكره في اليوجا، هي دي التكه في لعبه اليوجا. فبالتالي عشان التمرين تكون امنه لازم اكون حافظها جدا جدا وكويس قوي. التفاصيل بقى بالظبط كده. فدي ما بتجيش غير ممارسه، وجسمنا له ذاكره بيتذكر التمارين وبيفتكر قبل ما حتى مع عقلنا الواعي بيفتكر، فدايما مش قبل سنه اقدر امارس في البيت. بس غير كده التامل بقى بنقدر نعمله في البيت، وده نوع من انواع اليوجا ونوع مهم يقدروا الناس معانا من دلوقتي كمان يعملوه. وعندنا ابسط انواع التامل، تامل بالتنفس، breathing meditation او breath energy meditation. طب لو حابين نوع بسيط حركتين ثلاثه كده ما احنا ده اللي هنعمله دلوقتي، ده اللي هنعمله دلوقتي. ندرب الاول على حاجه اسمها breathing meditation او breath energy meditation، وهو ان الفم يكون مقفول تماما ونبدا نركز في نفسنا، والنفس يكون من الانف، البق مقفول تماما، وببدا اراقب الهواء وهو داخل وخارج من فتحات الانف. مش مطلوب مني اكتر من كده. اظبط موبايل جنبي او اظبط منبه لمده 5 دقائق بس، واي فكره تيجي على بالي او تشتتني اسيبها واتخيل نفسي ماشي لقدام. يبقى انا قاعد، اهم حاجه ان ظهري يكون مستقيم، سواء كنت قاعد او واقف او نايم العمود الفقري مستقيم، اغمض عينيا، او لو سرحت ومغمض عينيا افتح عينيا مفيش مشكله، بس اختار نقطه اركز معاها. ظهري مفرود باصص على نقطه ومركز معاها او مغمض عينيا، الفم مقفول، وابدا اركز في نفسي. يبقى ده اول نوع تامل هنعمله اسمه breathing meditation. اوكي، تاني حاجة في اليوجا وتمرين بسيطة نقدر نعملها على الهواء دلوقتي، في فرع في اليوجا اسمه مودرا. مودرا هي تمارين يوجا لليد فقط، لليد فقط، بمعنى ان انا ممكن اعمل بايديا الحركة دي مودرا. انا لو قعدت في الوضع ده بايديا الاتنين بالشكل ده وفريدهم بالوضع دوت، ده هيعملي نوع من الاسترخاء. ولو عندي صداع وقاعد بالوضع ده مدة 10 دقائق وانا مسترخي ومركز في نفسي زي ما شرحنا قبل كده، الصداع هيروح تماما. هيروح تماما بشرط ان انا بركز مع نفسي، تركيز في التنفس. والحاجة التانية ما صارعش الافكار، اي فكرة تيجي على بالي اسيبها وتخيل نفسي ماشي قدام. ده تاني تمرين. تالت تمرين هنعمل ايدينا كده بالشكل ده، واضحه قدام الكاميرا بالشكل ده، بجيب الصباع اللي قبل الاخير بالشكل ده، ايديا الاثنين كده، وافرد ايديا بالشكل ده. المودرا دي بتؤثر على معدل الكوليسترول في الدم، ولو حد عنده كوليسترول عالي في الدم وبيلعب التمرين ده يوميا هيقلل معدل الكوليسترول. بس مش هي دي اليوجا اللي احنا بنتكلم عنها كرياضه، لا، دي مودرا، دي الحاجه اللي نقدر احنا نلعبها على الهواء. غير كده التمارين اللي احنا ممكن نعملها دي لازم تكون في مركز يوجا متخصص، كورس المبتدئين. دي بقى تمارين وحركات وحاجات، دي بقى محتاجه جو تاني خالص ومحتاجه استعدادات تانيه خالص. لا هنجرب ان شاء الله باذن الله. هنشوف الموضوع ده ان شاء الله ازاي بقى وندي بقى النتائج للمشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتينا وسعداء بلقائك النهارده. ميرسي. وطبعا خدنا مجموعه طاقه ايجابيه من ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا استاذه هنا كمال مدربه اليوجا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الف شكر. طبعا بكرة الاحتفال ده كان ختام يومنا النهارده من برنامج هذا الصباح. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، غدا باذن الله فريق عمل جديد من برنامج هذا الصباح، وقوا معنا دائما على شاشه النيل. الى اللقاء.